في الأدوار السابقة، تلك المباراة التي فاز فيها المنتخب الإيراني بفارق وصل ل 31 نقطة، 76-45 كانت نتيجة ساحقة للمنتخب الإيراني، وكان أفضل المسجلين فيه كالعادة حامد أفاق إسلامية ب 16 نقطة، صمد بهرامي أيضا 16 و12 نقطة لحامد حدادي، بينما المنتخب اللبناني برز فيه الثنائي غالب رضا وسام هوسكن، رضا سجل 16 نقطة، هوسكن 15 نقطة. هذا يعطينا يعني مؤشر على أن المواجهة اليوم ستكون مواجهة صعبة على منتخب الأردن. كوتش، يعني المنتخب اللبناني بظل عدم وجود عناصر الطول الكبيرة ما عدا سام هوسكن، اللبنانيين أقل من حيث معدل الطول، هنا الوضع ربما يختلف بعض الشيء للمنتخب الأردني، يتحلى لاعبوه بطول فارع لبعض اللاعبين، بإمكانه مواجهة ربما حامد حدادي، لكن أيضا المشكلة بالمنتخب الإيراني عنده أوشين سهكيان وصمد بهرامي ممتازين دفاعا وهجوما بالريباوند وبالتسجيل بالبنتريشن، عندهم شارب شوترز عن البريمتر مثل حامد أفاق إسلامية مثل مهدي كامراني، مفاتيح اللعب بنعرفها عند المنتخب الإيراني، كيف يمكن أن يجابهها المنتخب الأردني؟ وهل برأيك سيتمكن هو من فرض الإيقاع أم سيتلقف ما سيقوم به المنتخب الإيراني ويحاول الرد؟ يعني لا، بالعكس، المفروض يعني الفريق الإيراني هو الأقوى بالبطولة، يعني هو اليوم الفريق الأردني، المنتخب الأردني عم يقابل أقوى فريق بالقارة الآسيوية للفترة الخمس أو العشر سنوات الأخيرة. بلقاءاتهم السابقة يعني مثل ما حكي مراد، ملتقين قبل البطولة مباراتين بخسروا بنقطة أو نقطتين. برأيي أنا منتخب الأردن قبل البطولة كان يمكن جاهز أكثر من البطولة، يعني عم بحكي على الجانب المعنوي والانسجام بين اللاعبين. نعم. طريقة إيقاف اللاعبين الأردنيين، يعني الماتش أب ببداية المباراة كثير مهم بالنسبة للفريق الأردني، يعني كل لاعب مين بده ياخذ اللاعب الثاني. اكيد في مس ماتش بالدفاع الاردني على الدفاع الايراني، يعني اذا شفنا اللاعبين، يعني اذا شفنا صمد او اللاعب الجديد يعني اللي حكينا عليه رقم 9، لاعبين مميزين، يعني رشيم رايت لازم يركز اليوم بالدفاع اكثر بالبدايه، لانه اللاعبين الايرانيين ما عندهم لاعب ضعيف هجوميا ممكن نخلي عليه، لانه رشيم منه مميز كثير بالجانب الدفاعي. بالنسبة لحامد أهدادي، يعني شفنا يمكن عبد الله أبو قورة لحد هلا أحسن لاعب عم بيأدي أداء دفاعي بالبطولة، فأنا برأيي يمكن إذا هو ببلش عليه بيكون كثير منيح، وممكن زيد يلعب بمركز الفور حتى يقدر يمكن يتحرك أكثر هجوميا، بيساعد هالشيء، لأنه لما زيد بيكون فعال هجوميا بنشوف كل الفريق الأردني فعال. الفريق الأردني اليوم لازم يلعب هجوميا بالروح الجماعيه اللي كان يلعب فيها قبل، لازم يمشي السيستمات، لازم يستغل المسماش الموجوده. بعتقد حتى اليوم اسامه لازم يشوفه كمان يلعب شوي بالمسماش اللي هو معود يلعبها بالمباريات، لانه بعتقد اذا مهدي بدا عليه او مهدي اخذه ممكن كثير يقدر يستعمل هالسلاح ويخلي زيد يلعب برا برياحة أكثر. فالأمور كلها يعني أنا برأيي الفريق الأردني إذا بده اليوم يربح المباراة لازم يركز بالروح الجماعية هجوميا ودفاعيا، التركيز على المفاتيح الأساسية هجوميا بالفريق الإيراني، ويركزوا هني أكثر هجوميا كمان بالإيقاع اللي كانوا هني يلعبوا فيه بين بعضهم، يعني لازم يكون في تناغم بين سام ورشيم رايت، بين زيد وسام، اذا زيد الخاص لعب كمان يساعدهم كثير، لانه اذا اخذوا، لانه حامد دفاعيا ما بيخرج عن خط الرميات الثلاثيه، فلازم يستغلوا هالشيء، يعني البيك اند رول كثير مهم، يعني اللاعب اللي راح ياخذه حامد اهدادي هو يجرب يعمل السكرين او البيك اند رول مع سام او مع رشيم رايت، لانه هذا بيعمل ثغره كثير كبيره بالدفاع الايراني.
هنا مشاهد من مباراة الصين والأردن والتي انتهت 93-60، مباراة سجل فيها 11 نقطة للأردن رشيم رايت، 10 نقاط لسام دوغلاس، 17 نقطة لزيد عباس و12 نقطة لإسلام عباس. محمد، إذا بنرجع لهذه المباراة بالتحديد، نرى أن مهمة الدفاع على جيان ليان كان مستلمها ببداية المباراة إسلام عباس، ثم دخل عبد الله أبو كورة. هل يمكن أن نقارن حامد حدادي بجيان ليان؟ أو يعني أسلوبان مختلفان لكن نفس من الحجم. حيث الحجم طبعا، من حيث الحجم وأهمية اللعب بالنسبة للفريق. يعني جيان ليان هو مفتاح الفريق أو من أهم المفاتيح في فريق الصين، حامد حدادي هو كذلك من أهم المفاتيح في فريق إيران. بداية هذا الماتش اب بول، يعني قراءة صراحة جميلة منك. من أهم الأشياء التي يجب أن ينتبه إليها منتخب الأردني هو طريقة اللعب مع المنتخب الإيراني، وخصوصا كيفية مراقبة حامد حدادي. هنا تشكيلة المنتخب الأردني، لاعبين الـ 12 المسجلين على السكور شيت. بالطبع سنتعرف في وقت لاحق إلى الخماسي البادئ لهذه المباراة، اللاعبين ستارترز بمواجهة هذا المنتخب الأردني. سيكون هناك منتخب إيراني قوي الشكيمة. المباراة تجرى بوقت يعني نوعا ما مبكر، ودائما تبقى مباريات منتخب الصين إلى نهاية اليوم، يعني حوالي الساعة 8 مساء بتوقيت الصين، وبالتالي الجمهور يأتي ويتوافد بأعداد أكبر للمباريات التالية. نرجع نكمل عن اللاعبين مفاتيح. محمد، تحدثت عن حامد حدادي وعن إسلام عباس، سأنتقل لقصي لأسألك. يعني عانى إسلام عباس أمام جيان ليان ودخل بالفاول ترابل يعني مبكرا في تلك المباراة، وتم الحد كثيرا من فعاليته هجوما ودفاعا. فيما بعد دخل عبد الله بكورة، برهن أنه لاعب أيضا صعب للإمساك به بالهجوم، وأيضا تمكن من الدفاع بشكل جيد على جيان ليان. هل تعتقد أنه سيكون هناك دور أكبر لعبد الله أبو كورة، ومن تتوقع لمراقبة حدادي؟ هلا أنا مثل ما شايف هتوقع يعني إسلام راح يبدي على حامد. هلا إسلام يمكن اليوم ينجح يمكن نوعا ما بالدفاع عن حامد، لأنه حامد ما بيتميز بذات المهارات اللي بيتميز فيها اللاعب الصيني، لأنه حامد من برا يعني ما بيقدر، ما انه سريع بالكره ولا عنده السكيلز اللي يعني اللي عنده اياها جيان ليان. فبعتقد يعني اسلام يعني هو دفاعه اجريسيف، ويجرب يدفع اللاعب ليطلع برات المنطقه، برات الكي، برات المنطقه اللي تحت السله. فبعتقد يمكن ينجح نوعا ما اليوم بخلي حامد يدفعه لبرات المنطقه، وحامد يعني عنده شوطة من رميات الثلاثية، بس إذا كان يعني فارغ 100% ممكن عنده تسديد جيد عن هال على خط الرميات الثلاثية. فبعتقد يعني حتى إسلام اليوم يعني أنا برأيي هو المفروض الدفاع البيك أند رول لما حامد يكون عم يعمل هذا البيك، يعني هذا المفتاح رئيسي بالنسبة للفريق الإيراني. فإذا كان عم يدافعوا هذا البيك أند رول بطريقة صحيحة الفريق الأردني بيكون عم يعمل ديفنس. إشارة إلى أن المنتخب السوري في مباريات الترتيب من 9 إلى 12 فاز على المنتخب الأوزبكي 97-65. الإمارات العربية المتحدة أيضا تمكنت من الفوز وبصعوبة على منتخب ماليزيا 89-87. نتوقف الآن مع الناشدين الوطنيين الأردني والإيراني قبل انطلاق المباراة.
إذن لحظات وتنطلق المباراة. محمد، كنا تحدثنا عن أرقام وإحصاءات المنتخب الإيراني. الأفضل دفاعا وهجوما هو حامد حداد، 13 نقطة و8 ريباوندز بالمباراة الواحدة. الموضوع ليس هناك من لاعب بالفعل فرض نفسه بشكل كبير وكان ليدر بفريق المنتخب الأردني. اعتدنا أنه يمسك الفريق رشيم رايت أو سام داغلاس. اليوم هل تعتقد أنه في غياب للليدر؟ يعني نتمنى ذلك. هو الليدر موجود، يعني هو الليدر موجود سام دوغلاس، يعني من دون منازع، ولكن يعني لا نجد هناك استخدام موفق في من قبل المدرب للاعبين. هذا ما رأيناه في المباريات الماضية، ورأينا أيضا الناحية المعنوية والنفسية للاعبين لم تكن يعني بالوضع الطبيعي للمنتخب الأردني. نتمنى أن يكون في يوم الراحة في الأمس استطاع الجهاز الإداري والفني معالجة هذا يعني الخلل المعنوي. ويعني المطلوب طبعا من الجهاز الإداري والفني، المدربين المحليين المساعدين لبالدوين، بتعريف أو يعني مساعدته لإعطاء فكرة أفضل عن كيفية استخدام اللاعبين الأردنيين لرفع مستواهم والفوز في هذه المباراة. رشيم رايت هو الأفضل تسجيلا كمعدل عام بالمباريات الماضية، 15 نقطة بالمباراة الواحدة. أما بالريباوند فالأمور موزعة ما بين إسلام وزايد عباس بمعدل 5 ريباوندز فاصلة 2 بالمباراة الواحدة. هنا عملية التحمي، أنا أتعرف على الجهاز التحكيمي لهذه المباراة من لبنان رباح حنجيم، وأيضا من الإمارات العربية المتحدة حسين البلوشي وهو نجا من ماليزيا. هذا إذن باختصار الجو ما قبل بداية المباراة. للتعرف أكثر على حيثيات وتفاصيل اللعب ننتقل حاليا إلى كابينة التعليق، حيث يوفينا الزميل نواف حمدي اللي يعلق على هذه المباراة، على أمل أن نعود ونلتقي بحضراتكم إن شاء الله باستراحة ما بين الشوطين. لك الكلمة نواف. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا زميل بول فاضل والاستوديو التحليلي. أعزائي مشاهدي قناة الجزيرة الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في كل مكان ويشرفني أن أكون معكم في أولى مباريات دور ثمن النهائي. اللقاء يجمع ما بين المنتخب الإيراني والمنتخب الأردني. المنتخب الإيراني وآخر بطولتين، آخر تتويج في آخر بطولتين باسمه، باسم المنتخب الإيراني، ويسعى للوصول إلى المرة الثالثة على التوالي زي ما سمعنا في الاستوديو التحليلي وسمعنا في التقرير اللي تخلى الاستوديو التحليلي. ولكن يظل منتخب النشامة أحد المنافسين، أحد دولتين عربيتين وصل إلى مباريات ثمن النهائي. المواجهات التاريخية غير مبشرة للمنتخب الأردني، يعني 6 مواجهات لمصلحة المنتخب الإيراني ومواجهة وحيدة لمصلحة المنتخب الأردني بنتيجة 71-62. كانت أول المواجهات ما بين كلا الفريقين، لكن آخر المواجهات فاز المنتخب الإيراني في بطولة 2009 77-75 بفرق نقطتين فقط. المنتخب الأردني أحد الفرق اللي وصلت إلى كأس العالم 2010 بتركيا، كان لأول مرة في تاريخها. خلاص الاجتماع النهائي، الاجتماع المصغر قبل بداية هذا اللقاء لتلقي التعليمات النهائية لكلا الفريقين قبل كرة القفز، قبل الجامبول. سيد عباس وإسلام عباس وسكوف ورشيم رايت وصانع الألعاب أسامة داغلاس خماسي المنتخب الأردني، خماسي النشامة قبل بداية هذا اللقاء. خلاص الجميع بيستعد، ومن سيكون له الدور الفعال الأكثر؟ هل سنتر أو سناتر كل فريق، لاعب الارتكاز أم من خارج حدود قوس الثلاث نقاط؟ حامد حدادي أحد أبرز اللاعبين في هذه البطولة.
الجانب الاخر توماس بالدوين، هذه اللاعبين بيشدوا من ازر بعضهم البعض قبل بدايه هذا اللقاء. مهدي كمراني صانع العاب المنتخب الايراني، رشيم رايت اللي مطلوب منه التركيز واكثر دقه في هذا اللقاء. معنويات مرتفعه زي ما حضراتكم شايفين للمنتخب الاردني قبل بدايه هذا اللقاء.